سباق محلي دولي إلى دير الزور، آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. فوق رقعة الشطرنج السورية تتنافس قوتين رئيسيتين للسيطرة على دير الزور، النظام السوري والميليشيات الموالية له مدعومة بغطاء جوي روسي، وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا، هذا بالإضافة للتحالف الدولي الذي يقود الحملة ضد التنظيم. التفاهم غير المعلن الذي شهدته الرقة لم تشهده دير الزور، فقد اتهمت قوات سوريا الديمقراطية الطائرات الروسية والسورية بقصف قواتها المتمركزة شمال شرق دير الزور، وهو ما أكده التحالف أيضا، غير أن موسكو نفت ذلك وأكدت أنها قصفت مواقع لتنظيم الدولة وأنها أبلغت الأمريكيين بحدود عملياتها في دير الزور. قوات الحكومة السورية تواصل انتصارها على إرهابي تنظيم الدولة في المناطق الشرقية للبلاد وقامت بتحرير ضواحيها. القوات السورية عبرت الفرات بنجاح وتسيطر على بعض المراكز في الضفة الشرقية. قوات النظام السوري تواصل زحفها شرق دير الزور وتحاول العبور إلى ضفة الفرات الشرقية، غير أن الأمر لا يبدو سهلا، خاصة وأن قوات سوريا الديمقراطية تعتبر شرق الفرات من حصتها. سجالات قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية ليست على الأرض فقط، فقد انتقلت إلى التصريحات الإعلامية. أحمد أبو خولة القيادي في قوات سوريا الديمقراطية توعد قوات النظام السوري وروسيا وأكد أن الرد سيكون قاسيا على أي اعتداء يستهدفهم، فيما قالت بثينة شعبان المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بأن قوات النظام السوري ستستهدف كل من يعترض طريقها في دير الزور، وأن الميليشيات المدعومة أمريكيا لن تنال مرادها على حد تعبيرها. ولذلك يعني سواء كانت قوات سوريا الديمقراطية أو قوات داعش أو أي قوة أجنبية غير شرعية موجودة في البلد تدعم هؤلاء، فنحن سوف نناضل ونعمل ضد هؤلاء إلى أن تتحرر أرضنا كاملة. تزداد تعقيدات معركة دير الزور الغارقة أصلا في نزاع جيوسياسي وعسكري متشابك الأطراف، ومن المرجح أن ينتهي جدل دير الزور بتفاهم روسي أمريكي، فكل طرف لن يترك الآخر يستحوذ على المدينة التي تمتلك 40% من مخزون سوريا النفطي، أو أن ينسب له نصر القضاء على آخر معاقل التنظيم.